برستان 29/9/2013. مرحبا اخي. اهلين اخي عباس. اخي انت من هاي الحاره من هون؟ ايه اخي من هون هاي الحاره. فيك تشرح لي شوي عن دمار، اسباب دمار هالجامع هيك والقصف؟ والله يا اخي هذا العيد الماضي كنا عم نصلي فيه، نعم، ضربونا من الكثيبه من الهندسه بالمدفعيه، وصوب عالم كثير ورحنا شهداء كثير بهذا الجامع. لا حول ولا قوه، لانه هي كل شيء بيطلع بقول الله اكبر بشار الاسد والشبيحه بيخافوا منه. لا اله الا الله. يعني بشار الاسد بباله حاله انضرب الجوامع او انضرب هد الرستان او هد، هي الصراحه ما لها مدينه رستان، هي مدينه فلوجه واهم، لانه بتتر الدمار يعني شافته الناس. يعني بيت الله عم نضربه شو بده اسا، يعني باله حاله اذا انضرب بيت الله وضربنا بالمدفعيه بالصواريخ وبالارض ارض راح انه مشان الله نحن ما بدنا الا بشار. لا يا عمي، بدها تتنحى حصب العنا، ونحن ما بدنا امريكا ولا بدنا فرنسا ولا بدنا حدا، بدنا الله وبس. عمي لا اله الا الله، بدنا الله وبس، ما بدنا حدا، لا بدنا العالم يتعدي برا عم تلوم مصاري على اسم الشعب السوري ولا بدنا حدا. عمي بدنا الله، الدولار حرب الدنيا. عمي نحن ما بدنا مصاري، نحن بدنا ابن الحرام يحل عنا ونعيش، مستعدين نحن نلم زباله، ها بس ناتل لومتنا من على جبيننا. عمي شو فرج على الجامع، هذا بيت الله، تفضل. هذا ضربه مصباح العيد، وهي العلم عم تسطر. لا اله الا الله. ولسه العرب كل واحد بده يضرب، ولسه هذا بدنا نعمل، وهذا البند السابع، وهذا البند الثامن. يا اخي ما بدنا اياكم، بدنا الله. الله اذا قال للشيء يكون فيكون، بنص ساعه بشيله، ولا دقيقتين بشيله، ما بدنا حدا، بدنا الله وبس. لا اله الا الله. والعالم تدعي لنا الله ينصرنا على الظالم. امين يا رب. اخي فيك تشرح لي كمان شوي عن اسباب القصف والدمار هون؟ هاي اخي هون هاي الحاره. استشهد فيها ابو عبد الرجب وعيلته، 9 كانوا بالدار. لا اجت الطياره ضربت صاروخ على الدار، واستشهد فيه هو واولاده ومرته. الله وكيلك يا اخي لميناهم شقق، والله يا اخي لميناهم شقق. في طفل يا اخي الله وكيلك شلنا راسه مفعوس فعس، راس ماله. من ورا مين؟ من ورا بشار الاسد ومن ورا ايران وروسيا، ولا والله ما لنا دايرين عليهم، باذن الله بده يتنحى. ان شاء الله. باذن الله، والله اذا ما بتنام فينا وين الطفل؟ هذا بحضن امه ساعته رضيع. وما بتن فينا ولا بني ادم على وجه الارض بده يتنحى. ان شاء الله ما بدنا اياه، ولا اذا بدفع لنا مال الدنيا ما بدنا اياه، بدنا الله وبس. يا عمي انصرنا على هالظالم وبس، ما بدنا شيء، بدنا نعيش حياتنا الطبيعيه وما بدنا شيء. لا يفكر في الواحد نحن بدنا الثوره مشان المناصب او شيء، لا يا عمي، نحن كل واحد بطرى، انا نجار باطون برجع محلي، ما بدي شيء. الله بس ينصرنا على هالظالم، بدنا نعيش بحريه. شو هي الحريه؟ إن شاء الله. نعيش ما حدا له عنا شيء. ان شاء الله بتنعلوها يا اخي. يلا يعطيك العافيه.